يواجه الوزير الأول أحمد يحيى الحبس لمدة 20 سنة عن التهم التي أعلن عنها القضاء على أن تتم معالجة ملفه لدى القطب الجزائري بمحكمة سيدي محمد بسبب عدم وجود المحكمة العليا للدولة. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، ندعوكم للاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يقدم القاضي السابق خميس عثمانية توضيحات بخصوص العقوبة القصوى التي واجهها الوزير الأول السابق أحمد يحيى، حيث يقول في تصريح للبلاد نت إن المعني مهدد بالحبس لمدة أقصاها 20 سنة، موضحا أن قانون مكافحة الفساد الجزائري 1/6 يعالج كل الجرائم التي تضمنها ملف يحيى الذي تم الاطلاع عليه إعلاميا، وهي منح امتيازات غير مشروعة وتبديل المال العام وسوء استغلال الوظيفة والتمويل الخفي للأحزاب، حيث إن القانون ينص على أنه في حالة ما إذا كان المتهم مواطنا عاديا فإن عقوبته تتراوح بالسجن ما بين 2 إلى 10 سنوات، بينما إذا كان الأمر متعلقا بمسؤول أو موظف سامي فإن العقوبة تتراوح ما بين 10 إلى 10 سنوات سجنا. وحول سؤال يتعلق بما إذا كانت التهم تعالج كل على حدة أم يصدر حكم واحد عليها مجتمعة، أوضح القاضي السابق أن ذلك سيكون حسب ملف المتهم، حيث إذا كانت كل التهم مجتمعة في ملف واحد فإن القاضي سيصدر حكما واحدا عليها أقصاه 20 سنة حبسا، أما إذا كانت منفردة فإنه تتم معالجة كل تهمة على حدة، لكن المتهم بإمكانه تقديم طلب من القضاء لجمع كل التهم الموجهة إليه في ملف واحد وتسليط العقوبة الأقصى. بخصوص إجراءات المحاكمة، قال خميسي إن التحقيق الذي انطلق من المحكمة الابتدائية بسيدي محمد ورفع إلى المحكمة العليا التي بدورها ستعين مستشارا لمتابعة الملف ستحيله إلى القطب الجزائري بمحكمة سيدي محمد، بما أن المحكمة العليا للدولة لم تؤسس وفقا لما تنص عليه إجراءات الامتياز القضائي الخاص بالوزراء. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، إن أعجبكم المقطع لا تنسوا الإعجاب بالفيديو كدعم بسيط لنا، واشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.